صباح الخير عليك يا كريم، بصبح عليك يا نهاوند، بصبح على كل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. يوم جديد وجوله جديده من داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره، هيكون معانا فيها كل الامور والمستجدات الخاصه بالفريق الاول لكره القدم وايضا الفرق الرياضيه الاخرى. والبدايه طبعا مع الفريق الاول لكره القدم اللي النهارده ان شاء الله عنده مواجهه قويه جدا في تمام الساعه 7 مساء ضمن الجوله السابعه من بطوله الدوري الممتاز. طبعا هتكون المباراه امام نادي سموحه، هتقام في تمام الساعه 7 مساء على استاد المقاولين العرب. ان شاء الله بنتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي. وخليني كده يعني اقول لكم بعض ملامح التمرين اللي اقيم سواء امس او اول امس، ده طبعا كان بعد مباراه مدياما الغاني اللي اقيمت يوم السبت الماضي. والحقيقه انه بدون راحه استأنف مستر مارسيل كولر المران سواء يوم الاحد او الاثنين، وكانت المران يعني الاحد كان طبعا اكيد لتخفيف الاعباء والاحمال البدنيه. اما بقى بالنسبه لمران الامس، الحقيقه ان هو كان في بعض النقاط الخاصه بالتدريبات البدنيه ورفع الاحمال كمان لكل اللاعبين سواء اللي شاركوا بقى في مباراه مدياما الغاني او الذين لم يشاركوا. ولكن الحقيقه ان على عكس يوم الاحد كان طبعا مران قوي للذين لم يشاركوا في مباراه مدياما الغاني، وكان تخفيف للاحمال البدنيه لكل الذين شاركوا في هذه المباراه الهامه طبعا. وخلينا نتكلم عن ابرز الاصابات في الفريق سواء مودست او محمد الضوي كريستو. الحقيقه ان كان في مران الامس كان ليهم بعض التدريبات المنفرده على هامش المران، وكان برضو يعني ان هم جريوا حول الملعب خارج تدريبات الجماعيه، وكمان استأنفوا تدريباتهم داخل صاله الجيم، ده طبعا علشان هم يعني بيعانوا من اصابه. وخلينا اقول لكم ان الحقيقه كان في محاضره لمستر مارسيل كولر قبل بدايه المران، اتكلم فيها عن كل نقاط الضعف والقوه لنادي سموحه طبعا، ويعني عن هذه المواجهه. وبعد انتهاء المران طبعا دخل النادي الاهلي او فريق النادي الاهلي في معسكر مغلق استعدادا لمباراه اليوم اللي هتقام في تمام الساعه 7 مساء. بنتمنى كل التوفيق لرجال النادي الاهلي في مهمتهم النهارده في بطوله الدوري، لان احنا زي ما احنا عارفين طبعا يا كريم ونهاوند هي البطوله المحببه لكل جماهير النادي الاهلي. خلينا بقى ننتقل لقطاع الناشئين، والحقيقه ان فريق 2010 فاز على فريق اسكو بنتيجة 3-1. كان المباراة كانت خارج ملعب النادي الأهلي، ولكن الحقيقة أن هم استطاعوا أن هم يقوموا بأداء كبير جدا، والحقيقة كانت مباراة قوية جدا على الرغم من هي كانت خارج ملعبهم. الحقيقة قدروا أن هم يحققوا الفوز بثلاث أهداف مقابل هدف واحد فقط، وبكده بقى يعني رفع النادي الأهلي رصيده في بطولة منطقة القاهرة ل 30 نقطة من الفوز في 10 مباريات متتالية بالعلامة الكاملة. لم يخسر ولا مباراة خلال هذه يعني الفترة أو خلال الفترة الماضية في بطولة منطقة القاهرة. ننتقل بقى لكل الالعاب والرياضات الاخرى، والبدايه مع كره السله رجال. حقيقه ان كره السله رجال بيواصلوا تدريباتهم طبعا استعدادا لمباراتي الذهاب والعوده امام نادي سموحه في نهائي دوري المرتبط بعد الانتهاء طبعا من نصف النهائي او سيمي فاينل دوري المرتبط امام نادي الاتحاد، واللي شفنا اكيد اداء كبير جدا وكانت مباراه فيها يعني نديه كبيره جدا ولجأوا للاكسترا تايم. والحقيقه ان النادي الاهلي استطاع في النهايه ان هو يعني يحصل على هذه المباراة أو يفوز بهذه المباراة، وبيستعدوا بقى إن شاء الله خلال هذه الفترة للمباراتين أمام نادي سموحة في نهائي دوري المرتبط سواء يوم 6 أو 8 من ديسمبر المقبل. والمباراتين الحقيقة هيقاموا على صالة دكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر. نتمنى كل التوفيق لطبعا رجال سلة الأهلي سواء فريق المرتبط أو الفريق الأول لكرة السلة. أيضا بقى سيدات سلة الأهلي، الحقيقة إن هم بعد الفوز بكأس السوبر المصري طبعا شفنا اكيد برضو مباراه قويه لملكات السله. الحقيقه ان هم بيستعدوا هذه الفتره بعد الحصول على راحه لمده اسبوع، هيستأنفوا تدريباتهم او بدايه التدريبات هتكون النهارده الثلاثاء، ده طبعا استعدادا بقى للبطولات اللي جايه سواء كاس مصر او ايضا دوري السوبر. خلينا بقى نروح او يعني نستأنف اخبارنا كمان عن يعني انسات سله الاهلي، وتحديدا تحت 20 سنه او انسات السله 20 سنه قدروا ان هم يحققوا الفوز على فريق المعادي بنتيجه 64-52، ده كان ضمن منافسات بطوله منطقه القاهره. ايضا ننتقل بقى من كره السله ونروح للطايره. هي ان كره الطايره سيدات الحقيقه ان هم قدروا يفوزوا على نادي الصيد في المباراه اللي اقيمت امس، طبعا كانت
مباراه قويه ايضا، ده ضمن منافسات بطوله الدوري، قدروا ان هم يحسموا الثلاث اشواط لصالحهم، سواء يعني الشوط الاول اللي انتهى بنتيجه 25-20 او الشوط الثاني 25-18 والشوط الثالث والاخير بنتيجه 25-11. والحقيقه ان يعني سيدات طائره الاهلي بيأدوا اداء كبير جدا خلال الفتره الماضيه، ومنتظرين منهم المزيد علشان يحسموا بقى ان شاء الله بطوله الدوري لصالحهم. اما بقى بالنسبه لطائره الاهلي رجال، طبعا عندهم مباراه قويه جدا النهارده امام نادي الشمس، ده برضو في ضمن منافسات بطوله الدوري، هتقام النهارده هذه المباراه في تمام الساعه 6 مساء على صاله الامير عبد الله الفيصل بمقر النادي الاهلي هنا بالجزيره. يعني منذ بدء بطوله الدوري لكره الطايره الرجال حقيقه ان هم ماشيين بخطى ثابته وفازوا في كل المباريات اللي خاضوها، من يعني سواء من 10 ايام اول ما بداوا اول مباراه ليهم امام المقاولين، حقيقه ان هم ماشيين بخطى ثابته جدا في مباراه الدوري، ونتمنى ليهم ان هم يكملوا بهذا الاداء علشان برضو يحسموا هذه البطوله لصالحهم. نروح بقى لكره اليد، والحقيقه ان كره اليد رجال او رجال اليد النهارده عندهم مباراه قويه جدا وديربي طبعا امام نادي الزمالك، ده ضمن منافسات بطوله دوري المحترفين. النهارده المباراه هتكون على صاله العاصمه الاداريه الجديده، هتقام في تمام الساعه 8 مساء. والحقيقه خلينا اقول لكم ان مستر ديفيد ديفيس المدير الفني للفريق كان حرص على اداء ميران الامس، الاداء كان او الميران كان قوي جدا وفي تدريبات بدنيه قويه جدا استعدادا لهذه المباراه الكبيره والهامه. والحقيقه خلينا اقول لكم كمان ان هو النهارده صباح اليوم قرر ان هو يعني يكون في محاضره لكل اللاعبين وكل صفوف الفريق علشان يعني يبرز ابرز قوات او ابرز نقاط القوه والضعف في نادي الزمالك، لان زي ما احنا عارفين اكيد مباراه النادي الاهلي والزمالك في كره اليد بتكون مباراه قويه جدا تحديدا في المباريات الهامه دي في دوري المحترفين. فاكيد هيكون النادي الاهلي النهارده يعني على قلب رجل واحد علشان يعني يفوزوا في هذه المباراه ان شاء الله. خليني بقى اقول لكم ان كمان يمكن بعد هذه المباراه اتحاد اليد حدد يوم 1 ديسمبر المقبل علشان يكون مواجهه النادي الاهلي او رجال يد الاهلي امام فريق البنك الاهلي، ده ضمن منافسات دور ال 16 من كاس مصر، وهتقام هذه المباراه طبعا على صالة القوات المسلحة بسموحة. أخيرا بقى يمكن سيدات يد الأهلي يمكن في توقف دولي وهيعودوا مرة أخرى يوم 22 من ديسمبر المقبل ل يعني استئناف بقى كل المباريات المحلية وتحديدا مباريات الدوري. دي طبعا كانت كل أخبارنا النهاردة، سواء الأخبار المتعلقة بالفريق الأول لكرة القدم أو أيضا كل الفرق الرياضية الأخرى. بشكركم جدا، كلمة ليكم مرة أخرى.